عندنا المصل اوف ذا فيس، عندنا المصل دي فوق دي، دي الفرونتال بيلي اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليس مصل، واحنا طبعا اتكلمنا معاه في الاسكان مع الكلب. ودي ماسكه هنا فين؟ في الابيكرينيال ابينيوزس، عشان تمسك ورا فين؟ في الاوكسيبتال بارت. يمكن الاوكسيبتال بارت مش واضح قوي، بس ده ليه اوكسيبتال بارت وده الابيكرينيال ابينيوزس. ولو طلعنا قدام هنا هنلاقي الفرونتال بيلي. كل عضله دي اسمها ايه؟ اوبيكيولاريس اوكيولاي، لانها محوطه ايه؟ الاي. الجزء ده اللي عامل نص اللفه ده البلبيبرال بارت، وجزء اللفه كامله ده مين؟ ده الاوربيتال بارت. ده الاوربيتال بارت اللي بيعمل تايت كلوجر اوف ذا اي، وده البلبيبرال بارت اللي بيعمل ايه؟ لايت كلوجر اوف ذا اي او جنتل كلوجر. المصل دي طبعا دي الاوبيكيولاريس اوريس مصل اللي هي بتلف حوالين الماوس. المصل اللي جوه هنا دي الباك سينيتو مصل، دي الباك سينيتو مصل تبقى ديب هنا، دي طبعا اللي هي الايه؟ المسيطة مصل اللي موجودة فين؟ على الريمس وزمنتر. يبقى دي المسيطة مصل، جوه هنا الباك سينيتو، دي الاوبيكيولاريس اوريس مصل، دي الاوبيكيولاريس اوكيولاي مصل، ودي الفرونتال بيلي اوف ذا اكسبتو فرونتاليس مصل. بنيجي نشوف المصل، عندنا المصل دي اسمها ايه؟ دي الفرونتال بيلي اوف ذا اكسبتو فرونتاليس مصل. تبقى جوينت ورا عندنا دي الاوكسيبتال بيلي اوف ذا اكسبتو فرونتاليس مصل، والاثنين بيتحدوا مع بعض فين؟ في الابيكرينيال ابينيوس. يبقى دي الايه؟ الاوكسيبتال بيلي، وعندنا دي الفرونتال بيلي. عندنا المصل دي اللي حوالين الاي اسمها ايه؟ اوبيكيولاريس اوكيولاي مصل. تتكون من تو بارت، اللي عامله كومبليت رينج دي اسمها ايه؟ الاوربيتال بارت، واللي عامل نص لفه مع الايليد اسمه ايه؟ بلبيبرال بارت. يبقى ده البلبيبرال بارت، وده البلبيبرال بارت، وده الايه؟ الاوربيتال بارت. عندنا المصل اللي حوالين الماوس دي مين؟ دي الاوبيكيولاريس اوريس مصل. والاوبيكيولاريس اوريس مصل عندنا هنا جنب الانجل اوف ذا ماوس 1 سنتيمتر تقريبا، تندون كده اسمه ميديولاس. الميديولاس ده بيمسك فيه كل المصل اللي حوالين الماوس. ديب هنا عندنا مصل جوه هنا ديب اسمها باكسينيتو مصل. اسمها ايه؟ باكسينيتو مصل. المصل دي اسمها باكسينيتو مصل. هنلاقي دي البوتد جلاند، وبوتد جلاند طالع منها البوتد داكت اللي بتمشي على مصل اسمها المسيطر. دي المسيطر مصل، تمشي على المسيطر مصل، وبعد كده ايه؟ تعمل بيرسنج للايه؟ للباكسينيتور مصل. ده طبعا عندنا هنا بردك في مصل في التمبرال ريجون اسمها ايه؟ تمبراليس مصل. اسمها ايه؟ تمبراليس مصل اللي هي دي. طيب لو جينا نشوف النيرفز الموجود عندنا، عندنا هنا تو نيرفز اهو، واحد طالع فوق الاوربت فاسمه سوبرا اوربيتال، واحد هنا طالع فوق التروكليا فاسمه ايه؟ سوبرا تروكليا. يبقى ده السوبرا تروكليا نيرف، وده السوبرا اوربيتال نيرف، والاثنين بيسبلاي الفور هيد، لكن السوبرا اوربيتال اطول بيوصل لحد الفيرتكس اوف ذا سكالب. تحت الاوربت هنا ادي نيرف اهو، اتفرج على بشكل كتير. ده لمين؟ ده الانفرا اوربيتال نيرف، الانفرا اوربيتال نيرف. تحت ادي المنتال فريم، طلع من هنا نيرف اسمه ايه؟ منتال نيرف. طبعا المنتال نيرف ده برانش من المانديبولا، الانفرا اوربيتال من المجزيلري، والسوبر تروكليا والسوبر اوربيتال الاثنين دول برانشين منين؟ من الاوفثالميك نيرف. طيب تعالوا نشوف النيرف سبلاي اوف ذا سكالب. عندنا هنا برضك البوستيريور بارت، عندنا نيرف هنا على بهايند الاوركل كده اسمه جريتر ريكلر، بعد كده ده اسمه ليزر اوكسيبتال، والكبير ده اللي هو مين؟ الجريتر اوكسيبتال. يبقى ده الجريتر ريكلر، وده الليزر اوكسيبتال، وده مين؟ الجريتر اوكسيبتال نيرف. عندي نيرف هنا طالع كده بهايند اباف الاوركل وطالع على فوق برضك، ده مين؟ ده الريكلو تمبرال نيرف. الريكلو تمبرال نيرف ده بيسبلاي ايه؟ الهيري اريا اوف ذا تمبل. تعال نشوف الفيزلز اللي عندنا. عندنا ادي الكومن كاروتيد اللي بيتقسم ليه انترنال كاروتيد، وده مين؟ اكسترنال كاروتيد. ده الاكسترنال ناحيه جوه، ده اللي دي برانشز كتير قوي من ضمنها الايه؟ الفيشيال ارتري. ادي الفيشيال ارتري اهو،
ماشي تورشوس لحد ما يوصل للانجل اوف ذا اي، بيدي برانشز ايه؟ بيدي انفيريور ليبيال، سبيريور ليبيال، نيزل، وبيدي بعد كده انجولار عند الانجل اوف ذا اي، وهو ماشي بيدي ايه؟ ماسكولار برانشز. ايه بقى الارتري ده اللي عند طالع على التمبرال ريجون؟ ده لمين؟ ده السوبرفيشال تمبرال فيزلز. وطبعا في ارتري تاني بيهايند النيكو ذا ماندبل اللي هو مين؟ المجزيلاري ارتري. في العينه دي برضك هنلاقي عندنا ادي الاوبوكيولاري سيكولاري ماسل، ادي الاوربيتال بارت لاف حوالين الاي، ده البالبيبرال بارت، دي الاوبوكيولاريس اوريس ماسل، وادي الموديولاس او زي ماوس. عندنا دي الماسيطا ماسل المربعه دي وماشي عليها، ادي البوت جلاند وادي البوت الضغط، هي ماشيه على الماسيطا ماسل وعامله بيرسنج للماسل دي اللي هي مين؟ دي الباكسينيتور ماسل. العينه دي فيها حاجه واضحه جدا اللي هو الفيشيال فين، ادي الفيشيال فين اهو جاي من الانجل اوف ذا ماوس، تمام؟ فيشيال فين اهو. وبعد كده لو احنا بصينا بوستيريور كده عندنا ده الريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين ده بيتقيس ان اثنين، ادي فين اهو انتيريور، الانتيريور ديفيجن ده اهو، وادي الفيشيال فين اهو، بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي ايه؟ كومن فيشيال فين، والكومن فيشيال فين ده هيروح يصب فين؟ في الانترنال جاكولار فين. وادي البوستيريو ديفيجن مع البوستيريو ريكلر هيعملوا لي ايه؟ اكسترنال جاكولار فين. نيجي نشوف العينه دي، عندنا دي العضله اسمها ايه؟ استيرنو ماستويد، اللي هي بتطلع من الاسترنم وتعمل انسيرشن هنا فين؟ في الماستويد بروسيس. عندنا العضله دي اللي على الريمس اوف ذا ماندبل، دي مين؟ دي الماسيتر ماسل، دي الايه؟ الماسيتر ماسل. تعال نشوف النيرفس بقى اللي عندنا، عندنا بهايند ذا سكال عندنا فور نيرفس سنسري، عندنا نيرف بيطلع على الاسترنم ماستويد كده عشان يسبلاي السكن اوفر ماستويد بروسيس، اسمه ايه ده؟ اسمه جريتا ريكولار نيرف، جريتا ريكولار نيرف. بعد كده في واحد رفيع قوي اهو، ده مين؟ رفيع قوي ده اسمه ليزر اوكسيبتال، ليزر اوكسيبتال نيرف. وفي واحد كبير طالع على فوق طالع لحد الفيرتكس، ده مين؟ ده الجريتا اوكسيبتال. يبقى ده الجريتا اوكسيبتال، ده الليزر اوكسيبتال، وده الجريتر ايه؟ ريكلر. ناحيه الانتيريور طبعا البرانش اوف ذا فيشيال نيرف عندنا 5 تيرمينال برانش، طبعا هم عاملين شبكه. فانا عندنا ادي نيرفز طالعه اهي على التمبرال ريجون، دي مين؟ ده التمبرال برانش اوف ذا فيشيال نيرف. عندنا واحد رايح على الزيجوماتيك ارش اهو، ده الزيجوماتيك برانش. عندنا ده الايه؟ البكال برانش. بعد كده عندنا باكال برانش برضك، وبعد كده ده مين؟ ده المانديبولر، وده اللي هو الايه؟ السيرفايكال. عندنا تمبال برانشز، زيجوماتيك برانش، بعد كده باكال، وعندنا مانديبولر، وفي ايه؟ سيرفايكال. امال ايه اللي في النص؟ ده هو اللي معدي على المسيطة الماسل ده، دي ايه؟ دي الباروت الضغط، دي الايه؟ الباروت الضغط ماشي على المسيطة الماسل وجايه هنا داخليه اللي عامله بيرسنج للعضله دي، العضله دي اللي هي الايه؟ الباكسينيتور ماسل، اللي هي ايه؟ الباكسينيتور ماسل. يبقى انا عندي نيرف رفيع جدا ده البكال، امسكه بصبعي كده، دي الباروتد باكت، دي الباروتد باكت. ماستويد ماسل، وادي الماسيطا ماسل، الماسيطا ماسل ماشي عليها ضغط اسمها ايه؟ باروتد باكت. عندنا هنا فيزل، ده السوبرفيشال تمبرال فيزل، ماشي معاه الريكلو تيمبوال نيرف، ده الريكلو تيمبوال نيرف، وماشي معاه الايه؟ السوبرفيشال تيمبوال فيزلز. عندنا برانشز بقى اوف فيشال نيرف، عندنا ده التيمبوال برانش راح للتيمبل، عندنا ده الزيجوماتيك برانش، عندنا ده البكال برانش، عندنا برانش ماشي على المانديبولا اهو، ده المارجنال مانديبولار برانش، وده اللي هو الايه؟ السيرفايكال برانش. عايزين نفرق بين البرانش بتاع الفيشيال نيرف وبين الايركو تيمبوال نيرف اللي بيبقى عند الاوركل والسوبرفيشال تيمبوال فيزل اللي بيطلعوا من الابر بوردر زي وادي البرانش بتاع الفيشيال نيرف، ادي التيمبوال، وادي الزيجوماتيك، وادي البكال، وادي المارجنال مانديبولار، وادي الايه؟ السيرفايكال برانش.
البروستيت جلاند اهي، لها ابر بول ولها لور بول، لها انتيريور بوردر ولها بوستيريور بوردر، وطبعا سيرفس اللي بقى ده اللاترال سيرفس. الابر بوردر ده اللي بيطلع منه ادي السوبرفيشال تيمبوال فيزلز، ادي لون الاحمر ولون الازرق، ومعاهم النيرف ده اللي هو مين؟ الاريكلو تيمبوال نيرف اللي هو بلون الاصفر ده. يبقى سوبرفيشال تيمبوال فيزلز معاهم مين؟ الاريكلو تيمبوال نيرف. الانتيريور بوردر بيبقى على ايه؟ على مصل ايه؟ اسمها ماسيتا مصل. وفي البوروتد ضغط بالعديه برضك طالعه منين؟ من الانتيريور بوردر. وايه تاني من الانتيريور بوردر؟ ادي الترانسفيرس فيشيال فيزلز. وبعض برانشز من الايه الفيشيال نيرف زي ده البكال والمانديبولار والايه والزيجوماتيك. اللي هو بوردر بيطلع منها ايه؟ الايه ريترو مانديبولار فين، وادي البوستيريور ديفيجن بتاعه بيتحد مع البوستيريور اوريكولار فين عشان يعملوا لي ايه؟ اكسترنال جاجولار فين اللي ماسك سوبرفيشال لمين؟ للاسترنوماستويد مصل. وادي البوستيريور بوردر له علاقه باني مصل؟ بالمصل دي اللي هي مين؟ اللي هي الاسترنوماستويد. يبقى الانتيريور بوردر ريليتد للمسيطر، والبوستيريور بوردر ريليتد للايه؟ الاسترنوماستويد مصل. بنيجي نتكلم على النورما بزالس. النورما بزالس عندنا نورما بزالس اكسترنا اللي هي من خارج السكال، بيت اوف ذا سكال فروم اوت سايد. الجزء الانتيريور بارت هنلاقي فيه الجزء ده كله بيسموه الهارد بلت. هارد بلت يعني اللي هو الروف اوف ذا ماوس. الهارد بلت ده سيباريت الماوس كافتي فروم ذا نيزل كافتي. طب الهارد بلت ده بيتكون من ايه؟ اول حاجه في عندي اثنين بوسيس امامين اهو، بنسميهم ايه؟ دول تبع المجزلة، فبنسميهم بلاتين بوسيس اوف ذا مجزلة. بلاتين ليه؟ لانهم رايحين للبلت او رايحين للبلاتين بون، وجاي بس اصلهم منين؟ جاي من المجزلة. يبقى دول الاثنين دول ايه؟ بلاتين بوسيس اوف ذا ايه؟ مجزلة. الجزء الخلفي ده بنسميه ايه؟ بنسميه هوريزونتال بليت اوف ذا بلاتين بون. هوريزونتال بليت ليه؟ يعني الجزء اللي ماشي بالعرض من البلاتين بون. هنلاقي عندنا فريمين كده موجود. اول حاجه الفريمين الاماميه دي فين؟ دي بهايند الانسيسيف تيس. بهايند الانسيسيف تيس عشان كده بيسموها ايه؟ انسيسيف فوس. بيسموها انسيسيف فوس. بوستيريو هنا هنلاقي فيه فريمين كبيره واضحه، دي بيسموها جريتر بلاتين فريمين. جريتر بلاتين فريمين. مفروض بهايند ات في فريمين صغيره جدا اسمها ليزا بلاتين، بس هي مش واضحه هنا. الناحيه الثانيه عندنا دي برضك دي جريتر بلاتين، ومفروض وراها ايه؟ الليزا بلاتين فريمين. تمام؟ يبقى الجزء ده شفنا فيه عندي اثنين بروسيس اهم اسمهم ايه؟ بلاتين بروسيس او ذا ماكزيلا. بهايند ات هوريزونتال بليت او ذا ايه؟ بلاتين بون. واثنين فريمين الانسيسيف فوسته هنا والجريتر بلاتين ومعاها الايه؟ الليزر بلاتين فريمين. بنرجع ورا شويه هنلاقي عندنا طبعا دي الاوبننج اوف ذا نوز، دي البوستيريور نيزل ابريتشر. في هنا دي المكان ده بيسموه فومر. السبتم ده بيسموه ايه؟ فومر. الفومر ده بيشارك في النيزل سبتم اوف ذا نوز. احنا عارفين النوز فيها حاجه اسمها نيزل سبتم اللي بيفصل التو نوز او تو بارتس اوف ذا نوز. ده الفوما ده بيشارك في النيزل سبتم، وتحس كده ان له رجلين من تحت كده وله سبتم من فوق، ده اسمه ايه؟ فومر. بعد كده عندي اثنين تروجويد بليتس، ده ناحيه بره بنسميه لاترال، وده من ناحيه جوه بنسميه ميديال. ده الميديال تروجويد بليت وده اللاترال تروجويد بليت. الناحيه دي عندنا ده الميديال تروجويد بليت وده اللي هو الايه؟ اللاترال تروجويد بليت. ما بينهم الحته دي بيسموها تريجويد فوسا. الناحيه الثانيه برضه بيسموها ايه؟ تريجويد فوسا. عندنا فورمن دي اسمها فورمن ماجنا الضخمه الكبيره دي.
البون اللي قدامها دي اللي هي سلوبنج او بيسموها بازل او بارت اوف اوكسيبتال بون، بازل او بارت اوف اوكسيبتال بون. على الطرفين بتوعها هنلاقي في عظمه صغننه اهي، العظمه الصغننه دي بيسموها بيتراس بارت اوف زي ايه تمبرال بون. يبقى نقول تاني، يبقى انا عندي دي البازل او بارت ودي البيتراس بارت، دي البازل او بارت بتاعت الاوكسيبتال بون، انما دي البيتراس بارت اوف زي ايه تمبرال بون. امامهم على الجنبين هنا كده دي الجريتا وينج اوف سفينويد، بس اني جزء منها الجريتا وينج اوف سفينويد الجزء اللي ناحيه الانفرا تمبرال فوسا، عشان كده سموه ايه انفرا تمبرال سيرفيس اوف جريتا وينج اوف ايه سفينويد. عن جنبين هنلاقي في فوسا هنا وفي فوسا هنا، الفوسا اسمها ايه مانديبولار فوسا. ليه؟ عشان بتعمل ارتكوليشن مع الماندبل، تمام؟ يبقى انا عندي دي ايه؟ مانديبولا وفوسا عشان تعمل ارتكوليشن ويز ذا ايه؟ ماندبل. بعد كده هلاقي تو اعمل زي الدبوسه اهو، بيسموه سبايلويد بروسيس، سبايلويد بروسيس، والجزء ده بيسموه ماستويد بروسيس. يبقى احنا عندنا ده السبايلويد بروسيس اللي عامل زي الدبوس ده، تمام؟ وده اللي هو الايه؟ الماستويد بروسيس. يبقى احنا عندنا هنا الجزء ده سميناه جريتا وينج اوف سفينويد، الجزء ده المانديبولار فوسا، الجزء ده البيتراس بارت اوف ذا تمبرال بون، والجزء ده البازلر بارت اوف ايه؟ اوكسيبتال بون. وعندنا ده السبايلويد بروسيس وده الماستويد بروسيس. بعد كده عندنا على الحدين بتوعها في كوندايل، الكوندايل ده اللي هو ده اسمه اوكسيبتال كوندايل. اوكسيبتال كوندايل ده فايدته ايه؟ فايدته ان يعمل ارتكوليشن وذ ذا اطلس اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتيبري. يبقى ده الايه؟ اوكسيبتال كوندايل. بوستيرلي هنلاقي المكان ده كله اللي هو الايه؟ السكويماس بارت اوف زي اوكسيبتال بون، وفي فيتشر زي اللي احنا عارفينها اللي هي الاكسترنال اوكسيبتال كريست والاكسترنال اوكسيبتال بيوتوبرانس والسبيريور نيوكيال لاين والكلام اللي احنا ايه عارفينه قبل كده. نيجي بقى للفريمن اللي عندنا في النوم بزالس اكسترن. اول حاجه الفريمن دي، والفريمن دي شكلها ايه؟ شكلها اوفال ان شيب، فدي تبقى ايه؟ فورمن اوفال، فورمن اوفال. بوستيريولي على طول هنلاقي فيه فورمن صغيره اهي، دي بيسموها فورمن سباينوزن، اسمها ايه؟ فورمن سباينوزن. يبقى الفورمن اوفال دي اللاند مارك بتاعتي، بوستيريولي ليها اوبننج صغننه خالص زي الدبوس اسمها ايه؟ فورمن سباينوزا. ميديا اللي ليها في فورمن ايه؟ دي بيسموها فورمن ليسرم، فورمن ليسرم. يبقى انا عندي اوفال بوستيريو ليها سباينوزا وميديا ليها ايه؟ فورمن ليسرم. نيجي للبيتراس بون هنلاقي في فورمن جواها، فورمن دي بيسموها كاروتيد كانال، بيسموها ايه؟ الناحيه الثانيه بعد كده كاروتيد كانال. بوستيريو للكاروتيد كانال هنلاقي فيه فورمن واسعه وكبيره اهي، فورمن دي اسمها جاجولار فورمن، اسمها ايه؟ جاجولار فورمن. تحت الاوكسيبتال كوندايل هنلاقي فيه فورمن بيسموها هايبوجلوسال كانال، هايبوجلوسال كانال. يبقى نشوف الفورمن تاني، يبقى فورمن اوفال دي مميزة شكلها اوفر ان شيب، بوستيريو ليها على طول سباينوزا، ميديا ليها ليسرا. نيجي للبتراس بون، الفورم اللي فيها دي اسمها كاروتيد كانال، بوستيريو ليها فورم كبيرة اهي اسمها ايه؟ جاجولار فوريمن، اسمها ايه؟ جاجولار فوريمن. عند الاوكسيبتال كوندايل تحته على طول الهايبوجلوسال كانال، الهايبوجلوسال كانال.